السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الروتين اللي تعمليه، روتين الخروجات المهمة لما تبقي عايزة تخرجي في خروجة ويبقى وشك منور كده. لو عايز تعرفي ايه الروتين دوت شوفي معايا الفيديو ده. اول حاجة معانا يا بنات، انا هحاول اعمل النهاردة بحاجات كلها من البيت، مش هعمل السكراب بحاجة مثلا تشتريها، مش هعمل انك تشيلي الرؤوس السوداء بحاجة، لا انا هستخدم كل الحاجات في البيت عشان اي بنت عايزة تعمل الموضوع ده تحس ان هو سهل عليها وبسيط وتعمله في اي وقت. انت لما بتشربي القهوة مش بيفضل في كوباية شوية بن؟ هتجيب البن دوت وهتحطي عليه مثلا 3 نقط عصير ليمون و3 نقط زيت زيتون. لو مفيش اي مشاكل عادي جدا هتستخدمي القهوة اللي اتبقت، حاولي تخليها ايه، مش ولا ناشفه قوي ولا فيها ميه كتير. وهنبتدي نعمل السكراب بتاعنا بالبن ده. هنركز اكتر في الاماكن اللي بتبقي حاسه ان هي فيها خشونه، فيها رؤوس سودة، هتستخدمي الحركات الدائريه دي وبشويش كده كده ذرات البن صغيره جدا. بس يا بنات انا رحت كملت السكراب كده بعيد عشان حسيت انا هبهدل الدنيا. زي ما قلت لكم احنا حطينا كام نقطه ليمون، الليمون طبعا مفيد جدا لو بشرتك انت مش بتستحمل الليمون دايما، اي حاجه اي ماسكات اي حاجه هتجربيها في ماسكات الطبيعيه اللي ماليه النت واليوتيوب وكده، جربيها الاول في حته صغيره من جسمك، من ايديكي مثلا ولا من بشرتك، عشان لو بتحسسي منها، لو بتتحسسي من الليمون بلاش منه، لو مش بتتحسسي فالليمون هنا هو هيخلي لك يعني ليه فوائد طبعا كفيتامين سي، وهيبيض معاكي وبيغذي البشره وانت بتعملي خلال الدقائق دي، وزيت الزيتون هينعم وهيديكي نتيجه حلوه في الاخر. طبعا انا كملت كله حركات دائريه كده وهسيبه يعني دقيقتين ثلاثه كده مش اكتر، وبعد كده اهو هشطفه واجيبه. بعد كده يا بنات انا غسلت كل شيء اهو، يا رب يكون وصل لكم يعني احساس ان الوش ناعم كده ومفرود. تاني حاجه هنعملها، هنعمل زي ماسك كده بسيط للرؤوس السوداء في الاماكن اللي انت حاسه ان انت عندك فيها رؤوس سوداء. انا ما عملتوش بالبياض البيض وكده عشان في بنات بتخاف من سالمونيلا او حاجه كده، يعني من الحاجات اللي اتقالت في الفتره الاخيره، فانا قلت اعمله بحاجه تانية بديله برده وفيها كولاجين وفيها فايده وبتطلع، وجربتها قبل كده، الجيلاتينة العادية اللي هي البيش دي، بتجيبيها من اي حد بيبيع حاجات مواد غذائية من فتح الله، هتجيبيها هتاخدي معلقة منها ومعلقة من لبن دافي او معلقة من موارد، ولو حسيتي ان الموضوع مش متجانس مع بعضه بتزودي شوية من الحاجة السائل لحد ما توصلي القوام تحسي ان انت تقدري تفرديه. ودلوقتي هجيب لكم فرشة ونفرد بيها. هي نتائجها كانت احسن لما بتتعجن بلبن دافي، بتبقى احسن من مية الورد كمان. هي لما بتتعمل في العادي المفروض انك بتعملي كده بتبقى عامله كأنك يعني حاجه زي الغيره كده، انت بتعملي كده وبتحطيها، هنسيبها علينا لما تنشف زي وشك شد كده، وبعد كده نبتدي نشيلها واحده واحده. بس يا بنات شوفوا دلوقتي هتلاقوا الماسك نشف جدا، انا مش عارفه اتكلم يتقشر ازاي، هو هيطلع معاكي. بصي انا عشان مش فارده بفرشه فتلاقوه طبقته بقت في نجنو، بص هيطلع على شكل ايه، اكنه شيك كده. دي هتلاقي مثلا ان هو يعني بصوا هنا، مش عارفه هيبان لكم ولا لا، هتلاقوا في كام راس اسود. فزي ما بقول لكم انا هشيله كله، الماسك دوت حلو جدا بشد البشره وبيطلع الرؤوس السوداء، يعني لو الحاجات الخفيفه، لو في حاجات عميقه مش يعني مش هتطلع منه، بس هو بالمداومه عليه حاولي تعمليه كل اسبوع مثلا. لكن انا عشان عندي خروجه النهارده فحابه ان الدنيا تبقى حلوه كده، فده كان تاني حاجه عملتها. فاضل كده شفايفنا، اشيل ده واجيبكم. بس يا بنات انا كده شلت الطبقات اللي كانت بتاعه الجيلاتين وشطفت وشي، وتحسي بقى ان وشك بعديها تحسي انك مفتحها منوره.
الخطوة الثالثة هنعمل سكراب للشفايف، ده عبارة عن سكر بني او سكر عادي اللي انت عايزاه، وبتحطي عليه يا اما نقطتين زيت زيتون، يا اما نقطتين زيت ارجان، يا اما مثلا نقطتين زيت جوز هند، او ممكن زيت الكاكاو زي ما انا عامله. هو كان عليه نقطتين زيت زيتون وانا حطيت، عارفين لما زيت الكاكاو برضو بتخلص بيتبقى فيها حبه، حطيها مع التركيبه دي وخليها في الثلاجه، هتنفعك لما تيجي مثلا ايه قبل ما تنامي، او انت مثلا نازله ولا حاجه وعايزه تعملي السكراب الشفايف. هنعمل كده، شايفين زبدة الكاكاو مدية لون كده كده، دي بتاعت شاو يعني العادية، والسكراب وتخف ايديكي ولا منك، ممكن ناس شفايفها يعني الشفايف وتحت العينين من الاماكن اللي عايزين رقة شوية في التعامل، فاحنا هنعمل واحدة واحدة. وبعد كده هنمسحهم بتيشو وهكلكوا تاني. بس يا بنات الشفايف اهي بعد ما عملنا لها السكراب، بعد كده بترطبيها باي حاجة عندك، ان شاء الله حتى بازلين. دي زبدة كاكاو اماندا، زبدة الكاكاو العادية جدا. وبعد كده هحاول بقى ارطب ايه وشي. نسيت اقول لكم صح، المفروض مثلا ان انتوا قبل الموضوع ده كله باي تونر بتستخدميه اللي يريحك، وبرده لو ما عندكيش تونر وعايزه حاجه عاديه قطنه بميه ورد وبتمسحي على وشك كله قبل ما تعملي الموضوع ده كتنظيف كده، عشان يبقى الموضوع بادي بالخطوات الصح. بعد كده هترطب تحت العين، مرطب ايفا باي حاجه، وبرده لو عايزه حاجه عندك في البيت او كده ممكن نقطتين من زيت اللوز الحلو. مرطب ايفا برضو حلو جدا ومش غالي، 65 او 70، وممكن كمان لو عندك زبدة كاكاو شفافة حتى رطبي بيها عادي جدا. والحواجب يا اما هتحط لها لو حاجة عادية زيت خروع ببرش كده، يا اما دوت مايلاش سيرب انا بستخدمه. وبستخدمه للرموش برضو، هو جميل جدا وفرق في رموشي. انا حابه اقول لكم على تركيبه حلوه للرموش استخدموها مره ثانيه بقى. وبعد كده انا هرطب وشي، لو عندك سيرم عايزه تحطيه وعايزه تغذي بشرتك اوكي، لو عندك مرطب اي كريم استعمليه. انا هستخدم انابيل اللي هو كريم النهار، هو اصلا فيه اس بي اف نقط كده. الوش دايما يبقى الفوق كده بكده بقى، انت يبقى رطبتي وشك وظبطتي الدنيا، وتبتدي بقى تحطي التنت بتاعك. لو عايزه ميك اب خفيف هتحطي، لو عايزه ميك اب تقيل هتحطي، كل الموضوع دلوقتي بقى في ايديكي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش عندي في القناه اشتركوا، اعملي سبسكرايب ودوسي على جرس دول عشان يجيلك كل جديد. دلوقتي اقول لكم باي باي.